مجتمع 70% منه من الشباب. أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام 2016 عاماً للشباب المصري. شباب حولت طاقتهم الحلم إلى حقيقة فخرجت للنور. الأكاديمية الوطنية للتدريب لابد يكون في إصرار حقيقي مننا على أن الدور اللي تقوم به الأكاديمية في تأهيل الشباب والكوادر اللي هيتولي الدولة المصرية يكون دور قوي جدا، مسؤول جدا، قاسي جدا. ليه؟ عشان اللي يجي يقف مكاننا بعدينا ومعانا يبقى مسؤول وقادر على قيادة الدولة وحمايتها والرقي بها، ما يجيش يتعلم فيها، ما يجيش يتعلم فيها. فمنذ نشأتها طبقت الأكاديمية أهداف التنمية المستدامة على مختلف المستويات، واستثمرت في الثروة البشرية وبناء الشخصية ليس فقط داخل القاعات الدراسية، بل عن طريق أنشطة ثقافية وفنية ورياضية استعداداً للمناصب القيادية التنفيذية. كما كانت الأكاديمية واعية بدور المرأة وأطلقت مدرسة القيادة للمرأة لتنمية مهاراتها وتمكينها في المجتمع. كما ظهر اعتزاز الأكاديمية بالهوية البصرية الوطنية في شعارها ومبانيها وقاعاتها الدراسية التي يتراوح نسبة المكون المحلي بها من 40% إلى 70%، كما يظهر ذلك في المؤسسات التي ساعدتها الأكاديمية في تطوير هويتها البصرية. ومن أفكار خريج الأكاديمية ولدت المبادرات والفعاليات التي أثرت بشكل إيجابي على حياة المواطن المصري، مثل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمشروع القومي حياة كريمة الذي يعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث والأكبر في العالم حسب تقرير الأمم المتحدة، بالإضافة إلى منتدى شباب العالم الذي ظهر مؤخراً بنسخته الخامسة التي تحولت إلى عمل تنفيذي عن طريق إطلاق وتنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية. وفي عام 2021 تم اعتماد الأكاديمية من مجلس اعتماد التدريب والتعليم المستمر ACCET دون رصد أي جوانب ضعف أو قصور، وبذلك تتحول الأكاديمية الوطنية للتدريب من حلم إلى مؤسسة تعزز قوة الدولة المصرية بشبابها المتدربين، ليصل صوت الشباب المصري إلى كل مكان في العالم.